السلام عليكم صف خامس، أهلا ومرحبا بكم في يوم جديد من أيام الأماكن places. هيا نقرأ التعليمات التالية جيدا ونستخدمها أثناء الدرس. Please read the following instructions and follow it during the class. ونبدأ سويا مع أسئلة اليوم. ما اسمك ومن أين أنت؟ أنا اسمي محمد وأنا من مصر. أين تذهب في العطلة يا محمد؟ أنا أذهب إلى بلدي مصر. والآن دعونا نبدأ سويا صف خامس مع التهيئة والمراجعة. Year 5, let's go start with starter and revision. Our main question for today is two parts. Part number one, أي الحديقتين تفضل؟ Part two, ولماذا؟ أي الحديقتين تفضل ولماذا؟ Which one of two of these two parks do you prefer and why? Please read the lesson steps carefully. هيا نبدأ سويا مع قراءة سير خطوات الدرس. هيا نبدأ مع قراءة خطوات سير الدرس. Please take a minute to read the lesson steps carefully. والآن مع هدف اليوم. Now let's go read our learning objective for today. أن أصف يوما في الحديقة موظفا الأفعال الآتية. ذهبت، لعبت، استمتعت، أكلت، شويت. بعد أن انتهينا من قراءة هدف اليوم، هيا نتعلم المفردات الجديدة. Let's go learn our new vocab for today. ذهبت، استمتعت، لعبت، أكلت، شويت. Try to use these verbs in a sentence by yourself. والآن بعد أن انتهينا من قراءة مفردات اليوم، هيا تدرب بنفسك على المفردات الجديدة من خلال الرابط التالي. Practice the meaning of the new vocab by using the QR code or the link down. والآن هيا نقرأ الفقرة ونكمل المهمة. Let's go read the passage and complete the sentence and complete the task. مرحبا أنا عمر. أنا أدرس في مدرسة جيمس فاوندرز. مدرستي جميلة ورائعة. في يوم العطلة ذهبت إلى الحديقة. In the weekend I went to the park. ولعبت كرة القدم مع أصدقائي. And also I play football with my friends. في وقت الغداء شويت الدجاج اللذيذ ثم أكلنا. In lunch time, we make chicken barbecue and eat it. وبعد ذلك استمتعت بالجلوس تحت الشمس. Then we sat under the sun. وفي المساء عدت إلى البيت. كان يوما جميلا. In evening, I went home. It was so beautiful day. If you understand the passage, please answer these two questions. أين يذهب عمر في العطلة؟ استخرج من الفقرة بعض الأفعال. والآن جاء دور تصريف الأفعال مع الضمائر. It's your turn to use the verbs with the different pronouns. شوى، لعب، ذهب. أنا شويت، هو شوى، هي شوت، نحن شوينا.
أنا لعبت، هو لعب، هي لعبت، نحن لعبنا. أنا ذهبت، هو ذهب، هي ذهبت، نحن ذهبنا. Use the other verbs with the different pronouns and try to use them. أكلت في المطعم. استمتعت في الحديقة صباحا. لعبت في الحديقة. ذهبت إلى منطقة الألعاب. أكلت في المطعم الدجاج اللذيذ. وأكلت في مطعم الحديقة دجاجا لذيذا. والآن جاء دور تكوين الفكرة. Now it's your turn to make paragraph. أكلت في المطعم مع أصدقائي. استمتعت باللعب في الحديقة مع أصدقائي. لعبت في الحديقة صباحا مع أصدقائي. ذهبت إلى منطقة الألعاب مع أصدقائي. أكلت الدجاج اللذيذ في الحديقة مع أصدقائي، وأيضا لعبنا كرة القدم وشوينا الدجاج اللذيذ. Please try to use the verbs to make three different sentences by yourself. والآن جاء دور الأنشطة. اختر أحد الأنشطة التالية ونفذه في دفتر اللغة العربية. Choose task one or two or both. Write them in your notebook, then upload them in your folder for week number 10. Don't forget also to create a folder for week 10. Exercise number 1. اختر الإجابة الصحيحة التي تعبر عن الصورة. Exercise number 2. صف يومك في الحديقة مستخدما الفعل الماضي. Exercise number 3. اكتب فقرة عن يومك في الحديقة مستخدما الفعل الماضي. والآن جاء دور القاموس، قاموس المفردات. Our topic dictionary for today. ذهبت، أكلت، لعبت، شويت، استمتعت. واسعة، منظمة، كبيرة، متطورة، نظيفة. مطعم، مطعم، ملعب، حديقة، نظيفة، غير نظيفة. منطقة الشواء، منطقة الألعاب، حمام الرجال، حمام النساء، ومصلى. والآن جاء دور التقييم الختامي. Our plenary for today. قيم تعلمك من خلال النشاط التالي. Please assess your learning in the next activities by using the QR code and the link. والآن جاء دور عصافير. Now it's عصافير time. Go to عصافير application or website to read at least one of your assigned stories. Don't forget to answer the assigned worksheets based on the story. And also don't forget to send it to your teacher to send for you the feedback. صف خامس انتهينا. مع السلامة.